فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الديمقراطي تنطلق في ولاية إلينوي. بايدن يجدد دعمه لنائبته كامالا هاريس في مواجهة ترامب في هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحذر من تكرار أحداث الكابيتل. وكامالا هاريس تتعهد بمعالجة المخاوف الاقتصادية للناخبين الأمريكيين وتركز في حملتها على المواطن العادي. مرحبا بكم إلى الرابط. إذن بعد ساعات تبدأ فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، وعن ذلك نتساءل، هل يطيل مؤتمر شيكاغو إذن صفحة الانقسام الديمقراطية، وكيف سيستغل الجمهوريون هذه الملفات الخلافية؟ كذلك أتساءل إلى أي حد يلعب الملف الاقتصادي دورا حاسما عند الناخب الأمريكي، وماذا عن قضيتي الهجرة والأسلحة؟ خلال مؤتمر شيكاغو شن الحزب الديمقراطي هجوما عنيفا على ترامب الذي اختار التركيز على ملف الاقتصاد، فيما لم تتبلور بعد خطة كامالا هاريس بشأن معالجة مخاوف الأمريكيين حوله. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. الاقتصاد الملف المحوري في مهام الرئيس 47 للولايات المتحدة الذي سيقرر الأمريكيون هويته في انتخابات 5 نوفمبر المقبل، في وقت لا يزال التضخم فيه يضغط على الاقتصاد حتى بعد انخفاضه مقارنة بعام 2022 الذي وصل فيه إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً. وتفسير الاقتصاديين لبعض البيانات الاقتصادية في البلاد على أنها مؤشر للركود، والذي أدخل وول ستريت في حالة هلع بداية الشهر الجاري، كان توقيتها حساساً مع اقتراب يوم اختيار رئيس للبلاد، فيما لا يزال الفيدرالي الأمريكي متردداً في سياسته لخفض الفائدة هذا العام. تصف وسائل الإعلام الأمريكية وعود الحملتين الانتخابيتين الاقتصادية لترامب وهاريس بأن هذا تميل شعبوي، إذ تتجنب الحملتان الحديث عن عجز الموازنة، بينما استمر اقتراض حكومة بايدن بدفع الدين العام إلى مستويات قياسية. وبينما يركز ترامب في حملته على الملف الاقتصادي، مستشارو كامالا هاريس ينصحونها بالتركيز عليه أيضاً. رغم ذلك خصص الديمقراطيون اليوم الأول من مؤتمر الحزب في شيكاغو لشن هجوم عنيف على ترامب، في انتظار كلمة هاريس المرتقبة التي قالت بلومبرغ إنها ستشمل الحديث عن مخاوف الأمريكيين الاقتصادية، لكنها لن تطرح خطة واضحة لمعالجتها. أعطت هاريس بعض الوعود التي رسمت شكلاً أولياً لتلك الخطة، منها تقديم دعم واسع لفئات من الأمريكيين، إلى جانب برامج لحظر زيادة الأسعار وفرض ضرائب على الشركات تصل إلى 28%. ووفق بوليتيكو، يتردد الديمقراطيون في دعم بعض وعود هاريس الاقتصادية، ومنها اقتراح حظر الاحتكار الذي أثار حفيظة الجمهوريين وبعض خبراء الاقتصاد، فيما وعود هاريس بزيادة الإنفاق تقف محل اختبار في وقت يهيمن فيه الجمهوريون على الكونغرس، خاصة أن خطط الإنفاق الأخيرة التي طرحها بايدن للعام الجاري شهدت مخاضاً عسيراً، هدد بإغلاق حكومي وأطاح برئيس الكونغرس كيفن مكارثي. فيما تؤكد بلومبرغ أن خطط هاريس الاقتصادية هي ذاتها خطط بايدن. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي من شيكاغو مراسل الشرق كريم يسري. مرحبا بك كريم. إذن ننتظر اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الديمقراطي كما ذكرنا منذ البداية، ما هي يعني أبرز ملامح وأجندة هذا اليوم لو تكرمت؟
نعم سحر، بالتأكيد أهم كلمة سيتم إلقائها اليوم في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي كلمة الرئيس السابق باراك أوباما. باراك أوباما هو نجم الحزب الديمقراطي، تعول عليه حملة كاملة هارس لجذب مزيد من الأصوات لنائبة الرئيس كاملة هارس في الانتخابات القادمة. ربما عدد كبير من السياسيين ذكروا بأن كلمة جو بايدن التي ألقاها أمس، التي خص جزء منها لدعم كاملة هارس ولتذكير الأمريكيين بمخاطر فوز دونالد ترامب بالانتخابات القادمة وبمخاطر دونالد ترامب على حرية الأمريكيين خاصة من النساء، ربما لا تؤدي إلى نتيجة كبيرة بالنسبة لحملة كاملة هارس. بينما باراك أوباما وهو يعني شعبيته كبيرة للغاية بين الديمقراطيين في المجتمع الأمريكي، عكس جو بايدن الآن، ربما تكون كلمته أهم من كلمة جو بايدن فيما يتعلق بدعم كاملة هارس. إذ ما تحدثنا أيضا عما جرى أمس سحر بشكل يعني مختصر، نتحدث عن أن كلمة بايدن كانت كلمة عاطفية يعني تناولت إرثه السياسي الممتد على 50 عاما، تناولت عدة ملفات، ملف الاقتصاد، نجاحاته الاقتصادية من وجهة نظري، ذكر بأنه تم إضافة 16 مليون وظيفة للسوق الأمريكية، انخفض التضخم من 9.1% إلى 2.9%. أيضا تحدث عن ملف العلاقات السياسية الخارجية، تحدث عن الناتو، تحدث عن أيضا ملف غزة وجهود الحثيثة التي يقوم بها ومع إدارته للوصول لوقف الإطلاق النار وخروج الرهائن خاصة من الأمريكيين من قطاع غزة. شكرا جزيلا لك مراسل الشرق كريم يسري، بالتأكيد تطلعنا على كل ما هو جديد عندما تبدأ يعني فعاليات هذا اليوم، بالتحديد كما ذكرت كلمة باراك أوباما. شكرا جزيلا لك. إذن قبل الدخول في نقاش هذه الليلة أذكركم بسؤالي الرابط، نتساءل بعد قليل هل يطيل مؤتمر شيكاغو صفحة الانقسام الديمقراطية وكيف سيستغل الجمهوريون هذه الملفات الخلافية؟ كذلك أتساءل إلى أي حد يلعب الملف الاقتصادي دورا حاسما عند الناخب الأمريكي، وماذا عن قضيتي الهجرة والأسلحة؟ هذا ما أطرحه على ضيوفي الكرام في حلقة هذا المساء من الرابط. ينضم إلي إذن من شيكاغو السيد دانيس جافي وهو عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أهلا وسهلا بك. كذلك من واشنطن ينضم إلي السيد غريغوري توسي وهو عضو الحزب الجمهوري، أهلا وسهلا بك. ومن ناشفيل الأمريكي السيد زيد البرزنجي وهو الباحث في الاقتصاد السياسي والخبير في الأنظمة المالية والاقتصادية، أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد دانيس من شيكاغو لأسألك، تابعنا اليوم الأول من يعني مؤتمر الحزب، ننتظر اليوم الثاني، كان واضح بأنه مهاجمة ربما المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إبراز مخاطر إعادة انتخاب ترامب في الفترة المقبلة، مهاجمة سياسات وكذلك برامج الحزب الجمهوري كانت ربما على رأس الأولويات واستمعنا إليها يعني بشكل متكرر بالأمس في اليوم الأول للمؤتمر. هل فعلا هناك مخافة من تكرار سيناريو الكابيتال، سيناريو يناير؟ هل هذه يعني مخافة حقيقية لدى الديمقراطيين أم ورقة انتخابية رابحة في هذا التوقيت؟ مرحبا سحر وشكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا وأنا سعيد جدا بالحديث معكم الليلة. نعم، السادس من يناير 2021 يبقى قلقا بالنسبة للكثير من الأمريكيين، ليس فقط في الحزب الديمقراطي ولكن أيضا في صفوف الحزب الجمهوري، مع هؤلاء الناخبين الذين يفكرون بالأفضل لهذا البلد. السادس من يناير كان عملية انقلابية على رأسها الرئيس الأسبق ترامب الذي قال اذهبوا نحو الكابيتول وأنا سأكون إلى جانبكم، لم يكن إلى جانبهم فلنقل، ولكن خلال ما سمعناه من تعليقات على هذه المنصة وما ما سمعناه منه وأيضا مع الأشخاص الآخرين الذين حضوا على العنف وعلى النضال العنيف من أجل استعادة البلد أمام آلاف من الأشخاص الذين كانوا غاضبين، لم يتقبلوا نتائج الانتخابات النزيهة، وليس هناك أي دليل على أنه كان هناك أي خطب أو خطأ في نتائج الانتخابات. والرئيس الأسبق ترامب قال تعرفون أن لن أقبل بمشروعية هذه القرارات الأمريكية من الشعب الأمريكي وأنا فقط من يدير هذا البلد. إذن هناك مخاوف، نعم، والآن مع انتظار الأشخاص للحقبة الانتخابية والرئاسية التالية نفكر أيضا بما تعلمناه من الرئيس الأسبق
السابق ترامب هو يحض على الكراهية وعلى العنصرية بحتى الأمور البسيطة، مثلا مثل الإثنية أو حتى الأشخاص الذين أتوا من الشرق الأوسط من الخلفية المسلمة. ولكن منذ مثلا 8 سنوات هو كان يود أن يحظر قدوم المسلمين إلى البلد، والآن هو يهدد بالمثل، وهذا أمر مناف لهوية أمريكا. سنتحدث عن يعني مسألة ملف الهجرة بالتحديد، هذا الملف الهام والحريات بعد قليل، لأبقى بفكرة يعني المخافة من تكرار أحداث 6 يناير. لأسألك ضيفي من واشنطن سيد غريغوري، هل من الممكن فعلا إذا يعني سلمنا جدلا بأنه ربما يعني قد تكون نتيجة الانتخابات بصالح الحزب الديمقراطي، إلى أي حد ممكن أن يذهب ترامب باتجاه أن يعيد أحداث 6 يناير، أن لا يقبل بنتيجة الانتخابات، أن يصبح مهدد لمبدأ الديمقراطيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يروج له الحزب الديمقراطي في هذه المرحلة، المخافة على ديمقراطية أمريكا؟ شكرا على الاستضافة. هذه هي السردية الانتقاضية التقليدية ضد ترامب، هو يهدد الديمقراطية. ولكن أذكركم بأنه ذهب وخرج من مكتبه بشكل مسالم في 20 يناير، وذلك بشكل دستوري. الآن ما حدث في 6 يناير هو ذكر الأشخاص الذين ذهبوا نحو الكابيتول بالذهاب إلى الكابيتول، ولكن فقط للمظاهرة السلمية بالطريقة التي تعبر عن الحب للوطن، وهذا أمر دستوري. كان هناك من كان عنيفا، نعم، ولكن هذا لم يكن عملية انقلابية، لم يكن هناك أي أسلحة، ولكن هذه كانت أيضا هجمات ضد الحزب الجمهوري. ولكن تستخدم اليوم سردية الانقلاب، لأنه هناك ما يقول في القانون الأمريكي، ما يقول بما يلي: في حال الانقلاب هذا الشخص لا يمكنه أن يتقدم إلى الترشح للرئاسة، هذا في القانون. وأن الحزب الديمقراطي اليوم متمسك بهذا الفصل من القانون، قائلا إن ترامب سيحرم من الترشح للرئاسة في حال كان قاد انقلابا، ومن أجل ذلك يستخدم مصطلح انقلاب. هذا المصطلح الخطير جدا كان يستخدم ولا يزال ضد دونالد ترامب. هناك سبب أساسي هو التالي أو ما ذكرنا، هذا لم يكن انقلابا، ولكن كان هناك مظاهرات وانفلتت من السيطرة فلنقل، ولكن أغلبية المتظاهرين كانوا مسالمين. أنا أتفق أنه كان هناك الكثير من الأشخاص الذين بدوا على أنهم في بعض التصرفات العنيفة، نعم، ولكن أغلب الأشخاص كانوا هناك للتظاهر فقط. الآن بالعودة إلى ما سيجري في هذه الانتخابات المرتقبة، في حال خسر دونالد ترامب، وهذه احتمالية واردة طبعا لأن السباق حاد، أظن أن ترامب سيقبل بالانتخابات. ولكن كل هذه الانتخابات تعتمد على هذه الفكرة بأنه يجب أن يكون هناك انتخابات عادلة لدينا. أذكركم بهيلاري كلينتون في 2016، آنذاك هي قالت بأنها ستعتمد هذه الخطة الرئاسية، ولكن حتى الأسبوع الأخير وحتى الليلة الأخيرة كانت تتحدث عن كيف هي سرقت منها الانتخابات، وبدأت بالحديث عن الانتخابات على أنها سرقت في 2016، سرقت منها. ولطالما أيضا بدأت بالحديث عن ترامب على أنه هو الرئيس غير المشروع، واستمرت بهذه الهجمة في كل فترة ولاية ترامب، وأيضا استمر ذلك على أيام إدارة بايدن. وأيضا البارحة في المؤتمر تحدثت وكانت تلمح إلى هذه الفكرة، هي كانت مصدر هذه الفكرة القائلة هذه الفكرة بعدم تقبل الانتخابات. هذه الفكرة واضحة. اسمح لي أذهب لجزء آخر من هذا النقاش، استكمالا لما تقول حضرتك فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري، الأجندات في الفترة المقبلة. لأسألك سيد زيد على الجانب الاقتصادي، مرحبا بك. يعني كان واضح بالنسبة لكمالا هاريس بأنه استهداف يعني الطبقة الوسطى هو توجه واضح وصريح منذ أن أصبحت يعني مرشحة لهذه الانتخابات الرئاسية
المقبلة بنوفمبر، ولكن حتى الآن يرى البعض بأنه ملامح استراتيجية يعني كامالا هاريس غير واضحة في التعامل مع المواطن الأمريكي العادي فيما يتعلق بكل ما له علاقة بتكلفة المعيشة، بالهموم الاقتصادية. أين يجب أن تبدأ كامالا هاريس، وما الذي يجب عليها أن تنتظر حتى الآن من أجل إعلان عن استراتيجية اقتصادية واضحة لفترة يعني انتخابها إذا انتخبت بنوفمبر؟ نعم، أهلا بك وبمشاهدي الشرق. لا شك أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس أتت في ظروف طبعا نوعا ما مستعجلة، وهي تحاول أن تتجاوب مع كل هذه التحديات، وخصوصا ما هو برنامجها الاقتصادي. عموما البرنامج الاقتصادي هو سيكون برنامج الحزب الديمقراطي، والذي يبني على ما يسمى بالبايدنومكس ومنهج الرئيس بايدن في الاقتصاد. وعموما يعني الحالة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية هي عموما في حالة جيدة، يعني هو من أكثر الاقتصاديات العالمية نشاطا ونموا، وخصوصا الأخبار التي أتت حديثا كمستوى الفائدة تحت السيطرة، فهناك عموما لا يحتاج تحتاج الكثير أن تقوم به، فقط هي لو فقط تحاول أن تسيطر على ما نسميه الهبوط الهادئ للاقتصاد بعد فترة التضخم. طيب، بجانب هذه الأمور لا شك أن هي تقوم بعرض مشاريع معينة تحاول أن تفرق بينها وبين ما كان يعني سياسة الرئيس بايدن، وكذلك لا شك يعني تظهر الفروق بينها وبين سياسة ترامب. لا شك من هذه الأمور مثلا هي قضية أنه تكلفة المعيشة للعائلة الأمريكية، هذا أمر مهم جدا بالنسبة لها. قضية أنها مثلا تشجيع العوائل وتسهيل شراء البيوت للعوائل، بسبب أن الحقبة التي مضت كانت مستوى الفائدة عالية، وهناك الكثير من العوائل لم تعد تستطيع أن يعني تستقر في بيت وتملك بيت، فهذا أمر مهم جدا بالنسبة لها. التحكم بالأسعار عموما، وهو أيضا يعني نوعا ما سيطر على مستويات التضخم المالي، وكذلك قضية محاربة الابتزاز المستهلك ويعني والأسعار الانتهازية، وإعانة العوائل ذوات الأطفال مثلا يعني واستمرار هذا، ويعني الاستقرار الاقتصادي عموما. هذه طبعا أهم سمات برنامج كامالا هاريس، وهي لا شك تروق للكثير من الأمريكان. بعد قليل يعني نفصل ونقارن ما بين ما تريد كامالا هاريس وما يريد ترامب لجهة ما تبعنا حتى الآن من توجهات اقتصادية. يعني بالمجمل هي تتحدث عن التركيز في هذه المرحلة على المؤسسات الصغيرة، على رواد الأعمال، على الإسكان، الحد من الرسوم غير الضرورية، القضايا العادلة، يعني مجموعة من النقاط نفصلها بعد قليل. لأذهب لك الآن عضو الحزب الديمقراطي من شيكاغو سيد دانس لأسألك، وحدة الحزب الديمقراطي أحد أهم الملفات التي يعني يجري التركيز عليها، وربما تكون ورقة انتخابية بيد الحزب الجمهوري، كون هناك بعض الملفات التي يعني كان يعني تابعنا خلاف بين أعضاء الحزب الديمقراطي حيالها، على سبيل المثال يعني ممكن الحديث عن الحرب في غزة، كل هذه التظاهرات التي تابعناها بالأمس. كيف يمكن تقليص الفجوة ما بين أعضاء الحزب الديمقراطي، الحديث عن حزب موحد حتى أن يصل في نوفمبر المقبل لهذه الانتخابات؟ سؤال ممتاز. ما يميز الحزب الديمقراطي هو التالي: هذا الحزب هو يجمع بين هذه الآراء المختلفة الكثيرة، ولكن هذا ما يفرقنا عن الحزب الجمهوري، لأن الحزب الديمقراطي اليوم يجمع بين كل هذا التنوع. وأنا كنت أندد بتصرفات نتنياهو فيما يتعلق بكل ما يجري من فظائع وقتل في المنطقة في غزة، وهذا أمر شائن. ونعم بالفعل هناك كثيرون في الحزب الديمقراطي الذي أيضا كانوا ينتقدون الرئيس بايدن على عدم صرامته تجاه نتنياهو. أنا أتفق مع هذه الفكرة، نعم، ولكن إن نائبة الرئيس هاريس كانت أكثر صرامة لأنها أدلت بهذا البيان بعد دقائق من حديث نتنياهو في واشنطن، قائلة بهذه النبرة بأنه حان الوقت بالنسبة لنتنياهو لأن يتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار الآن
قالت ذلك، كانت صارمة، تحدثت بتعاطف، ولكن أيضا نددت بكل الأضرار التي تسبب بها إسرائيل في غزة. وأنا كأمريكي من أصول يهودية أنا أندد بكل هذا الانتهاك من قبل نتنياهو للقيم اليهودية، وهذا أمر شائن. إذن هناك بعض التوترات، نعم، ولكن نحن نجري نقاشا بهذه الاختلافات، ولكن الحزب الجمهوري يقولون ترامب ربما نعم هو على هذه الأفكار، ولكن هذا لا ينطبق على الحزب الديمقراطي، لأنه لم يكن هناك أي تشكيك بإمكانات الرئيس. ولكن يمكننا أن نقول أنه نعم على الرغم من أنه رئيس، ما هي الخطوة التالية؟ وتوصلنا إلى الاستنتاجات كحزب وقلنا يجب استبدال الرئيس بايدن، وهذا أمر أكثر صحة فلنقل. طيب، هذه فرصة لأن نجتمع على كل الأحوال. يعني لا يمكن أن نغفل بأنه كامالا هاريس تستكمل سياسة بايدن في البيت الأبيض حتى الآن، ولا يوجد تغيير في السياسة في التعامل مع الإسرائيليين، والدعم الأمريكي للإسرائيليين يعني مطلق بغض النظر عن التفاصيل أو طريقة الضغط الأمريكي على إسرائيل. وهنا أذهب لأسألك سيد غريغوري سؤال أخير قبل أن نذهب للفاصل، لو كان ترامب هل كانت ستكون المعالجة مختلفة لما يجري في يعني في هذه الحرب؟ ويعني وجود ترامب الآن وهو مرشح لأن يكون في البيت الأبيض، كيف ستكون التعامل أو سيكون التعامل مع الجانب الإسرائيلي وربما سيناريوهات وقف هذه الحرب إذا لم توقف هذه الحرب حتى ذلك الوقت؟ أنا لا أعطي الإرشادات ولا النصائح للسيد ترامب، ولكن هو أنا أتحدث عن الحزب الجمهوري وأنت عضو في الحزب الجمهوري، ومن هنا أسألك رأيك. تمام. إذن السيد ترامب سبق وقال إنه في حال كان هو الرئيس لما كان ليحدث ما حدث في 7 أكتوبر، وأنا أصدقه في هذه الفكرة لأنه داعم كبير لإسرائيل، نعم، ولكنه سبق أيضا وقال إنه سيعمل من أجل إعادة السلام إلى الشرق الأوسط. وعندما كان رئيسا في ولاية مدتها 4 سنوات كان هناك الكثير من الاتفاقات المستقلة للسلام معروفة باتفاقات أبراهام في الشرق الأوسط مع أبو ظبي مثلا، وربما المملكة العربية السعودية التي كانت على الطريق نفسه آنذاك. إذن أنا يمكنني أن أفهم طبيعة هذه الاتفاقات الإقليمية، وهو ذهب إلى هذه البلدان من أجل عقد الاتفاقات الفردية بينها وبين إسرائيل، وكان الأمر ناجحا. اليوم حزب الله وحماس لم يكونا سعيدين بهذه الاتفاقات، هذه الاتفاقات التي كانت لتخدم المنطقة بمجملها، ولكن اليوم هناك قصة أخرى. إيران كان يهدد، إيران كان يعاقب إيران من خلال العقوبات التي هي كانت صارمة ونافعة، قائلا لإيران أوقف التقدم في البرنامج النووي، ولكن الآن إن إيران على طب ما زلت تتحدث هنا، نعم سيد غريغوري، عن إيران، عن حزب الله، عن حماس، ولكنك لم تتحدث عن الانتهاكات التي يرتكبها نتنياهو منذ 7 أكتوبر حتى الآن. وهذا هو كان سؤالي، هل سيكون ترامب مختلف في التعامل مع نتنياهو بعد كل هذه الفترة عما شاهدنا من بايدن؟ هذا لم تجبني عليه حضرتك، ولكن أتوقف عند هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة من الرابط، نستكمل النقاش بعد قليل. إذن المرشحة الديمقراطية أو قبل ذلك ضمن سعيها لجذب الناخبين الأمريكيين، قدمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خطوطا عريضة لسياساتها في الحملة وتحديدا المتعلقة بخطتها الاقتصادية. نتعرف إلى التفاصيل في هذا التقرير. الطبقة الوسطى هي تركيز حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، كما كانت محور حملة جو بايدن قبلها. البداية من أسعار البقالة والأغذية، حيث أشارت حملة هاريس إلى نيتها العمل خلال أول 100 يوم لها في البيت الأبيض مع فرعي الكونغرس لإقرار حظر وطني على التلاعب بأسعار الأغذية والبقالة وملاحقة الشركات التي تخالف ذلك الحظر. تأتي بعد ذلك تكاليف الإسكان على رأس قائمة أولويات هاريس، حيث تعمل على إجراءات لمعالجة هذه التكاليف المرتفعة جداً
بما في ذلك دعم خطط لتمويل المزيد من المساكن ذات الأسعار المعقولة وإيجاد وحدات تتوائم مع التغير المناخي. أما عن الضرائب فستواصل هاريس الالتزام بالوعد الذي قطعه جو بايدن على الأمريكيين بعدم زيادة الضرائب على الأسر الأمريكية التي تجني $400,000 أو أقل سنوياً، مع دعم زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات. إلى ذلك تؤيد هاريس إلغاء الضرائب على الإكراميات المقدمة للعاملين في مجال الضيافة والخدمات، خصوصاً أن فئة كبيرة من الشباب يعملون في هذا المجال. بالإضافة إلى ما سبق، تريد هاريس توسيع الائتمان الضريبي للرعاية بالأطفال، وهو ائتمان فيدرالي يمنح الآباء والأوصياء ما يصل إلى $2,000 لكل معال مؤهل لمساعدة الأسر. نصل إلى أسعار الأدوية، حيث تنوي هاريس معالجة التكاليف المرتفعة للأدوية الموصوفة بعد أن سبق وأعلنت إدارة بايدن توصلها إلى اتفاق لخفض تكاليف الرعاية الطبية لعشرة أدوية مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. نعود لاستكمال النقاش وعن الجانب الاقتصادي نفصل أكثر الآن. أسألك سيد زيد، مرحبا بك وبالجميع. من الملفات التي ركزت عليها هاريس كما استعرضنا في هذا التقرير الكثير من ما له علاقة بحياة المواطن الأمريكي بشكل مباشر، وليس الحديث عن استراتيجية، حديث عن خطط لمنع التلاعب في الأسعار من قبل منتجي المواد الغذائية، خطط على الجانب الآخر لخفض الضرائب على الأسر، محاولة خفض أسعار شراء المنازل والإيجار، وكل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالمواطن الأمريكي. هل هذه المعلومات حتى الآن كفيلة بأن يتم ترجيح كفة ترامب، كفة هاريس على ترامب، وهو الذي تحدث عن خطط واضحة في الاقتصاد الداخلي والخارجي في التعامل مع الصين والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك؟ نفصل بعد قليل. عفواً أجاوب؟ إيه تفضل. القضية هي حقيقة أن هناك السياسة العامة هي تبني، لا زالت تبني على ما تقوم به إدارة بايدن، فهذه تغطي هذه الأمور. والسياسة العامة هنالك لا زالت القضية التعامل مع الصين قضية مشكلة جداً. وعموما إدارة بايدن نوعا ما بنت على ما قام به إدارة الرئيس ترامب في عهده من التجديد والضريبي على الصين والتعامل مع كثير من الشركات الصينية بصورة مبهرة وصارمة، فهذه الأمور استمرت. لكن الأمر المهم في السياسات التي يمكن أن تستمر عليها، السياسات العامة التي تستمر عليها كمالا هاريس لو كانت رئيسة تصبح رئيسة للولايات المتحدة، هي هناك عملية من التعامل مع الشركاء التقليديين التجاريين للولايات المتحدة، مثلا أوروبا، مثلا اليابان أو دول غيرها، وحتى دول أمريكا الشمالية والجنوبية والهند. وهناك تعامل نوعا ما فيه نوع من الاحترام وفي نوع من الثقة وفي نوع من البناء على العلاقة التاريخية. الذي مقابل ما حصل مع الرئيس ترامب كان هناك نوعا ما علاقة من التهديد وعلاقة من أنه لي الذراع وأنه والشعور أن هناك كان ابتزاز أو عدم التعامل العادل مع الولايات المتحدة، حيث كانت الولايات المتحدة تفتح أسواقها لكثير من هذه البلدان ثم هذه البلدان لا تعامل الولايات المتحدة بصورة متشابهة. وفي هذا فلا شك هناك وجه صحة في هذا الكلام الرئيس ترامب. فعموما ولكن هناك التعامل هذا كان لا يتبعه ايضا سياسات تجارية واضحة او اتفاقات لم تبنى عليها اتفاقات تجارية واضحة كما كان الامر مثلا في حقبة الرئيس بايدن، فهذا امر مهم. ولكن عموما التي تقوم به كمالا هاريس هو مهم جدا للناخب الأمريكي، حيث أن هذه الأمور مهمة جدا له وتؤثر على حياته بصورة مباشرة. أنت عرجت على فكرة التعامل مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان بطريقة عادلة أو غير عادلة، ولكن هذه النقطة هامة أسأل عنها سيد غريغوري من واشنطن. كان ترامب الفترة الماضية تحدث عن سياسته الاقتصادية إذا ما أعادت الولايات المتحدة انتخابه، وقال بأنه سيفرض تعريفات جمركية على جميع السلع الأجنبية المستوردة، سيفرض تعريفات
التعريفات بما قيمة 10-20% على الدول الأجنبية بالتحديد، يقصد هنا الاتحاد الأوروبي، الصين 60% فما فوق. ولكن ألا يعني يثير ذلك استياء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط فيما يتعلق بالمعاملة الاقتصادية، وينسحب على التعامل مع الحلفاء حتى على الجانب السياسي، أليس كذلك؟ نعم، إن هذا التصريح يطرح بعض المفارقة بطريقة تفسيره. هذا التصريح من السيد ترامب، تحدثت إلى بعض الاقتصاديين وقالوا إن هذه الفكرة ليست الصائبة أو الأكثر صوابا، ولكن على الرغم من ذلك اقترح السيد ترامب ذلك من أجل المحاولة وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أغلبية القاعدة الأمريكية للتصنيع كانت تعتمد على هذه الجهود لنقل التصنيع إلى ما يتعدى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، لإندونيسيا، فيتنام، الصين بشكل أساسي، إلى هذه البلدان الخارجية التي العمالة فيها رخيصة. وهذا الأمر ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل هذه البلدان كانت تأخذ هذه الجهود، ولكن أوهايو، ميشيغان، ويسكونسن، كل هذه الولايات كانت تندد بهذه الجهود، لأن هذه الولايات بالغة الأهمية من ناحية أنها حاسمة في الانتخابات، وأصلا كانت تاريخيا ولايات تكثر فيها العمليات التصنيعية. إذن هو يحاول إعادة هذه الجهود التصنيعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه السياسة المقترحة. نعم، هي تطرح انقسامات طبعا وهي إشكالية، وإن الكثير من هذه الجهود ستزيد الأسعار هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على الرغم من ذلك أظن أن هذه الخطة يمكنها أن تفتح فرصا سوقية في الصين، في حال أدركت الصين أنها سيكون لديها الكثير من هذه المنتجات ستخضع للتعريفات الإضافية، بينما ستفتح الولايات المتحدة الأمريكية الأسواق في الصين. وهذا ما كان يأمل به ترامب، فتح الأسواق أو الأسواق أيضا الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان. يعني البعض يرى بأنه قد تكون هذه التعريفات الجمركية بداية إعادة الحرب الباردة التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإثارة غضب الجانب الأوروبي. على الجانب الآخر أسألك سيد دانس من شيكاغو، يعني جانب منه اقتصادي سؤالي ولكن ينبع من الواقع السياسي، ماذا عن استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟ ترامب قال واعترض مرارا وتكرارا على هذه المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وقال بأنه سيواصل في مرحلة لاحقة إعادة تقييم بشكل أساسي لا الدعم الأمريكي، لا مهمة حلف الناتو وللمساهمة الأمريكية. ما بين السياسة والاقتصاد، إلى أين يتجه ترامب في علاقاته مع أوكرانيا والناتو كذلك لو سمحت؟ سؤال مهم جدا. الرئيس الأسبق ترامب لطالما كرر ما يلي، وأيضا انتقد أيضا مرارا وتكرارا الناتو ومشروعية هذا التحالف. هو قال ذلك للرئيس بوتين في روسيا وقال له تصرف كما يحلو لك بالنسبة لهذه البلدان المجاورة في أوروبا، في حال كان يود الحق الضرر بها في أوروبا الشرقية. نعم، قال ترامب قم بكل ما يحلو لك، ولكن هذا لا يدخل ولا يصب في مصالح لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول الناتو ولا حتى في مصلحة العالم ولا مصلحة أوكرانيا. رؤية هذا عدم الاستقرار، هذا من ناحية أيضا العنف، ويأتي على لسان أكبر القادة حول العالم ويعطى هذا التصريح أمام الرئيس بوتين. ولكن إن هذه الردود على هذا التصريح للسيد بايدن البارحة، نذكر ما يلي عندما قال إن أمريكا تبقى داعمة لأوكرانيا والشعب الأمريكي فخور بذلك. أظن أن هذا هو الخيار الصائب، وكنا نقوم بذلك على أيام بايدن، وإن الجمهوريين كانوا يفضلون هذا التقليص للمساعدة بل وقف هذه المساعدة لأوكرانيا بدءا من الرئيس الأسبق ترامب. إذن هذا قلق يشغلنا اليوم. ابقوا معي ضيوفي الكرام، استأنف النقاش معكم جميعا، ولكن بعد هذا الفاصل الأخير من الرابط ابقوا معنا.
إذن إلى جانب قضية المهاجرين غير الشرعيين التي لم تغب يوما عن المشهد الأمريكي، يعتبر السلاح ملف حاسم بالنسبة للمرشحين وناخبين على حد سواء في هذه الانتخابات، وينقسم إذن إزاءه الحزبان، فالجمهوريون يدعمون حق الاقتناء اقتناء هذه الأسلحة، أما الديمقراطيون فيؤيدون تقنين امتلاك الأسلحة. نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير. الأول من أكتوبر 2017 الساعة 10 مساء، ستيفن بادوك أمريكي في العقد السادس من عمره يفتح النار على الحاضرين في حفل موسيقي بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. قتل بادوك في هذا الهجوم قرابة 60 شخصا وأصاب المئات قبل أن يلقى حتفه بعيار ناري. رحل الرجل الستيني بعد أن تسبب في هجوم هو الأكثر دموية من نوعه في تاريخ البلاد، لكنه أعاد حق اقتناء السلاح إلى الواجهة مجددا. فالولايات المتحدة تتصدر العالم في حيازة المدنيين للأسلحة النارية بمعدل يناهز 120 سلاحا لكل 100 شخص. الدستور الأمريكي يختصر حق امتلاك السلاح في التعديل الثاني منه الصادر عام 1791 وينص على التالي: وجود ميليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، فلا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها. منذ ذلك الوقت ظل هذا التشريع موضع تأويل وجدل، فالمؤيدون لحق امتلاك السلاح يرون أنه يمنح هذا الحق من دون شروط، والرافضون له يطالبون بأخذ الجزء الأول منه بعين الاعتبار، والذي يربط اقتناء السلاح بميليشيا حسنة التنظيم. هذا الجدل أثمر عن إقرار تشريعات ناظمة لحمل السلاح، لكنها ظلت محدودة النطاق إلى أن تكللت بإصدار الكونغرس قانون حظر الأسلحة الهجومية عام 1994 لمدة 10 سنوات، انتهت من دون أن ينجح المشرعون في تجديده. الداعمون لتجديد هذا القانون يستندون إلى ارتفاع حوادث إطلاق النار الجماعي منذ عام 2013، والتي بلغت ذروتها عام 2021 بنحو 690 حادثاً. حيازة السلاح ملف خلاف حاسم بين الديمقراطيين والجمهوريين، فالديمقراطيون يطالبون بإعادة النظر في الحق المطلق للفرد باقتناء السلاح، والجمهوريون يعتبرون السلاح هوية أمريكية يرفضون المساس بها. وبذلك تصطدم محاولات تقييد امتلاك السلاح الديمقراطية برفض جمهوري. هذا الجدل ينعكس على قرار منتسبي الحزبين باقتناء السلاح من عدمه. بحسب بيانات ستاتيستا لعام 2022، فإن 48% من الجمهوريين أفادوا بامتلاكهم سلاحاً واحداً على الأقل، مقابل 20% فقط من الديمقراطيين. خلاف ينسحب على وعود المرشحين، فدونالد ترامب يدافع عن حق حيازة السلاح باستماتة، وجو بايدن يتعهد بإعادة فرض حظر على الأسلحة الهجومية، وهو وعد قطعه عام 2020 بعد أنه ينهي ولايته الرئاسية من دون الوفاء به. أعود لاستكمال هذا النقاش لأسألك سيد غريغوري، حتى الآن بحسب ما تقول كامارا هاريس بأنها تريد فرض حظر على الأسلحة، المطالبة بإجراء فحوصات شاملة لحيازة شراء الأسلحة النارية، من يمتلكها، كل هذه التفاصيل. على الجانب الآخر يعني رأي الحزب الجمهوري مختلف تماما. هذا الملف هو ملف شائك في كل انتخابات يعني يتم وضعه على الطاولة ويتكرر الشد والجذب حياله. إلى أين يتجه هذا الملف، ملف التسليح أو الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات؟ نعم بالفعل، هذا الموضوع هو بين المواضيع التي تثير الإشكاليات بشكل الأكبر. الديمقراطيون يتحدثون عن السيطرة على الأسلحة وأيضا على الحظر، حظر أسلحة الحرب أو هذه الأسلحة ذات القدرة العالية وحتى المزيد من الأنواع لهذه الأسلحة، بينما الحزب الجمهوري يعارض هذه الأفكار. وهذه ستكون بين المحاور الأكثر سخونة فلنقل في الانتخابات، لأن الحزب الجمهوري بالنسبة له هناك واجب للدفاع عن التعديل الثاني، التعديل الثاني الذي ينص على الحق في حيازة واقتناء الأسلحة، بينما الحزب الديمقراطي يفسر هذه الجملة بطريقة أخرى ويقول الديمقراطيون أننا بحاجة إلى المزيد من القوانين التي تحظر حيازة السلاح، بالإضافة إلى هذه الفحوصات بالخلفية للأشخاص الذين يودون اقتناءها. و
ولكن إن المدينة التي تشهد على أكبر سيطرة للأسلحة هي شيكاغو، حيث الآن يجري الحزب مؤتمره. لا يمكن أن يكون هناك في ولاية أي قوانين تتخطى القوانين الموجودة في شيكاغو. في شيكاغو، في هذه المدينة، هناك الجرائم حتى التي ترتكب بمعدل أكبر من المدن الأخرى، وفي بعض الأوقات يكون هناك مثلا 100 حالة إطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع، و 100 شخص يتم التعرض لهم، وهذا أمر شائع، ولكن أين الإجابة؟ يقولون فقط المزيد من الحظر، ولكن هذه هي الحقيقة. ومجددا بالفعل المشكلة هي أن المجرمين يصلون إلى حيازة هذه الأسلحة، وفي حال القبض عليهم لا يتم التعامل معهم بالشكل الحاسم، لأن هذا الشخص يجب حبسه مثلا لفترة طويلة. واليوم الأشخاص الذين يعيشون في هذه الأحياء حيث تكثر الجرائم يقولون عكس ذلك، ولكن الحزب الجمهوري الديمقراطي يقول لا نود أن نلقي القبض على هؤلاء الأشخاص والإبقاء عليهم لفترة طويلة. وصلت هذه الفكرة. لأسألك سيد زيد من ناشفيل، عندما نتحدث عن حيازة الأسلحة وهذا الجدل ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، هل نتحدث عن بعد اقتصادي كذلك؟ يعني هذا القطاع، قطاع صناعة الأسلحة، التسليح، التجار، كيف ينظرون إلى هذا الجدل؟ كما ذكرت، هذا الجدل يعني يتكرر في كل انتخابات رئاسية وخلال الأعوام كذلك. من مصلحة من وبحساب من سيتم حسم هذه المسألة حيازة الأسلحة؟ نعم، لا شك أن القضية الأسلحة هي لها أبعاد متعددة وشائكة. جزء منها هو يعني الثقافة الأمريكية، وجزء منها هو الشعور بالأمان، بأن للأسف الوضع الذي موجود في الولايات المتحدة، من هناك طبقات معينة تعاني من معاناة اقتصادية، فالأسلوب التي قد يلجؤون إلى أعمال العنف وأعمال السرقة إلى غير ذلك، مما يجعل كثير من المواطنين يعني يحاولون أن يحموا ممتلكاتهم وأموالهم وأنفسهم من هذا. فهذا أيضا لا شك أمر مهم جدا. وهناك إشكالية كبيرة جدا هو في مثلا في التعامل مع عند القبض على هؤلاء. بس يعني حدثني لو تكرمت على الجانب الاقتصادي، لو تكرمت على موضوع صناعة الأسلحة، على تجار السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، صوتهم إلى أي حد مؤثر أو يؤخذ بعين الاعتبار عندما يتم إقرار أو عدم إقرار أي قرار له علاقة بالتسليح؟ نعم، لا شك أن دور مجموعة الضغط الأسلحة الأمريكية ومصنعي الأسلحة في أمريكا لهم دور قوي جدا في دعم كل القوانين التي تسمح لهم ببيع كل أنواع مستوى الأسلحة، خصوصا نتكلم عن الأسلحة التي هي استعمالها تستعملها جيوش أو تستعملها قوات الشرطة المتخصصة إلى غير ذلك، لا يوجد هناك داعي أن يحملها أفراد المجتمع العاديين، ولكن هناك دائما هناك ضغط هائل على دعم كل هذه القوانين، والحزب الجمهوري عموما يدعم هذا، ولكن مع بجانب الحزب الجمهوري كثير من الديمقراطيين أيضا يدعمون هذه السياسة، فلا شك هذا عامل مهم جدا في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهو أمر حقيقة مأساوي للأسف. طيب، أذهب بسؤالي الآن لسيد دانس على ملف الهجرة غير الهجرية غير الشرعية أو ملف الهجرة بالمجمل. بحسب الرئيس ترامب، يعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل داخلي للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، سيعمل على إحياء وتوسيع حظر السفر الذي كان يستهدف مواطني 7 دول أغلبها مسلمة، الحديث عن إنهاء حق المواطنة بالولادة للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة. يعني مجموعة كبيرة من الإجراءات سيتخذها ترامب إذا ما وصل إلى البيت الأبيض. كيف تنظر إلى هذا الملف بوجهة نظر ديمقراطية؟ خطر ما يتحدث عنه ترامب في هذه المرحلة، وهل يمكن لكمالا هاريس الدفاع عن هذا الملف؟ سحر، بالنسبة لي أظن أن هذه السردية هي تتماشى مع الواقع. هناك عنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، والرئيس الأسبق ترامب هو بشكل صريح جدا
كان يخاطب هؤلاء الأشخاص من الخلفية العنصرية، ولكن هو كان يعارض هذه الهجرة ولكن بناء على لون بشرة المهاجرين الذين يأتون من أمريكا اللاتينية مثلا. وعندما صرح عن هذه الفكرة في 2015 قبل الحملة الانتخابية ل 2016 قال إن المكسيك ترسل المجرمين لا ترسل رجال الأعمال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا تصريح خطير لا بل مجنون. وأود أن أذكر أيضا أن الأفراد الذين هم في الولايات المتحدة الأمريكية من دون أوراق ثبوتية، وأنا لا أقول أن هؤلاء الأشخاص يأتون بهذا الشكل لأنهم يريدون، ولكن هؤلاء الأشخاص هم من دون أي أوراق ثبوتية، ولكن هؤلاء الأشخاص يودون أن يقوموا بأقصى جهودهم من أجل عدم جلب المشاكل الإضافية إليهم، ومن دون أن يذهب أحدهم وأن يقول للشرطة إن هذا الشخص هو هنا من دون أي أوراق ثبوتية. ترامب يتحدث اليوم عن هذه الجولة للترحيل، ولكن ربما لن يقوم بذلك، ولكن بشكل صريح يحاول مخاطبة من يكره الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الأشخاص الذين لا يودون رؤية أي بشرة سمراء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو طبعا يضخم الأمور من أجل أن يخاطب عقل هؤلاء الأشخاص. شكرا جزيلا لكم جميعا للمشاركة، السيد دانس جافي وهو عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي من شيكاغو، شكرا. من واشنطن السيد غريغوري توسي وهو عضو الحزب الجمهوري، شكرا. كذلك من ناشفيل الأمريكية السيد زيد البرزنجي الباحث في الاقتصاد السياسي والخبير في الأنظمة المالية والاقتصادية، شكرا جزيلا لك. إذن وصلنا إلى ختام الرابط لهذا المساء، ركزنا فيه الضوء عن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، نتابع تباعا خلال هذه الليلة اليوم الثاني لهذا المؤتمر ونغطيه باستمرار على الشاشة وعلى جميع منصاتنا. إلى اللقاء.